يوروزوفيتش المدرب الكرواتي الجديد بعد أن تمت إقالة المدرب الصربي. لكن لدينا كرة الآن خطأ والصافرة ومحاولة في كرة الله. نعم الأبيض الأبيض يبدأ ويسجل الهدف الأول لمصلحة منتخبنا الوطني. نعم لمصلحة منتخبنا الوطني، إذا يتقدم بالهدف الأول بعد العرضية المثالية، وأيضا المتابعة كانت موجودة من جانب اللاعب كايو كانيدو. نعم من سجل الهدف التقدم لمصلحة منتخبنا الوطني. الأبيض يتقدم، لاحظ العرضية المثالية والرأسية المميزة من جانب اللاعب كايو نعم يسجل الهدف الأول لمصلحة منتخبنا الوطني. لاحظ الكرة نعم ذهبت، لكن العرضية من كرة ثابتة يحيى الغساني، وبعد ذلك الرأسية من جانب اللاعب كايو كانيدو يدون الهدف الأول لمصلحة منتخبنا الوطني. المنتخب اللبناني نشاهد ونتابع الآن في محاولة، هذه كرة فيها تسديدة ابعاد، لكن الكرة في الشباك. نعم الكرة في الشباك لمصلحة المنتخب اللبناني عن طريق اللاعب كريم درويش. كريم درويش يسجل هدف جميل، يسجل هدف جميل لمصلحة المنتخب اللبناني. نعم لمصلحة نعم رجال الأرض يتقدمون، والعودة بالتعادل والعودة بالتعادل. نعم التغطية لم تكن موجودة في اللقطة الماضية، وبالتالي كريم يسجل الهدف في العودة لمصلحة المنتخب اللبناني. هدف مقابل هدف. لاحظ الكرة العرضية ما في، يعني ما في تغطية. نعم الكرة الماضية لم نشاهد التغطية من جانب مدافعين في الكرة الأخيرة، واستغل هذه الكرة بصورة رائعة من جانب اللاعب كريم درويش، وبالتالي يسجل هدف العودة لمصلحة المنتخب اللبناني. يعني ما عندهم فرص، ما في فرص، لكن استغل من الركنية وسجل الهدف، وبالتالي الآن يعود المنتخب اللبناني بالتعادل بهدف مقابل هدف. ركلة ركنية الآن لمصلحة منتخبنا الوطني. يلا يا شباب نشاهد هذه الكرة، هل من رأسية؟ الله نعم سلطان عادل يسجل الهدف، يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا الوطني بالرأس بالرأس. نعم سلطان البديل يدون الهدف الآن برأسية رائعة عن طريق اللاعب سلطان عادل، يسجل هدف التقدم الآن لمصلحة منتخبنا الوطني أيضا في الوقت البدل الضائع مع احتساب حكم اللقاء. لكن هنا سلطان من التقى ودون الهدف، وبالتالي منتخبنا يتقدم بالهدف الثاني. لاحظ الكرة، لاحظ الارتقاء والرأسية المميزة أيضا من المهاجم المميز، المهاجم الشاب الآن سلطان عادل يسجل البديل. نعم من يشارك من خلال الشوط الثاني الآن يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا الوطني. نعم والله الفوز له طعم، الفوز له طعمة. هي نعم هي مباراة ودية، لكن يعني يعطيك الثقة للاعبين قبل الدخول في المشوار المنتظر، المشوار المرتقب بحول الله خلال مباريات التصفيات.